أيضا الجنة وصفها الله عز وجل وصفا عجيبا، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي قول الله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها، يقول عليه الصلاة والسلام فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هذه الجنة نام طالبها، من يطلبها نام، نام طالبها. ولو أردت أن أضرب مثل واقعي في أحوال كثير من المسلمين، انظر إلى صلاة الفجر الآن. صلاة الفجر الآن كثير من المسلمين لا يشهدون صلاة الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد أبدا أبدا، ويعلمون، يعلمون بخطورة التخلف عن صلاة الفجر، يتركونها. والواجب أن يسارعوا إلى صلاة الفجر، لأن الله عز وجل وعد ووعده الحق أن من عمل صالحا فله الجنة، يطلبون هذا. ولذلك المسلم مطالب بأنه يطلب كل ما فيه، كل ما يكون سبب من أسباب دخول الجنة، ويبتعد عن كل ما يكون سببا من أسباب دخول النار. نام، يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها. الآن لو أن هناك عدو يلاحقك، يلاحقك، هل تنام؟ ما يمكن، ما يمكن أن تنام أبدا. الإنسان سبحان الله، طبيعة النفس البشرية، أنت الآن لو جئت منهكا مرهقا مجهدا لما تنم، لكن إن طاردك عدو انتفضت أعصابك، ويعني أصبحت هناك مادة كهربائية تدفعك إلى أن تقفز الجدران وتصعد الجبال هربا من هذا العدو، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، واقع الناس. قد يكون مرهق ومجهد ومتعب، لكن إذا شعر بالخوف جاءته هذه الطاقة. طيب أنت الآن أمام نصوص تصف لك النار ومع ذلك تنام، تنام. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. الآن لو قيل لك: والله هناك أمور مادية دنيوية توزع، لكن في الوقت الفلاني، يمكن الإنسان ما ينام ويذهب يرابط عند المكان الفلاني لأن فيها نفع. هذه الجنة، الجنة هذه يجب عليك أن تسعى إليها وأن تحرص في طلبها.